اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصيام في السفر على حالتين، فإن كان يجهد الإنسان ويؤذيه ويحرجه فالأكمل له والأفضل أن يترك الصيام ولو كان من الفرض، وأما إذا كان يطيقه فإنه لا حرج عليه أن يصوم. ولكن صيام النافلة إذا كان الإنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس ثم سافر كتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، والله تعالى أعلم.